وصل صوتك. نبدأ معك تيك تاك حسين، هنا جاوبنا في فيس. شكون هذا؟ تيك تاك تيك تاك، بيجيك أسئلة وتجاوب بسرعة. تصريح ندمت عليه؟ والله ما نستحضرش، يمكن فما أما ما نستحضرش. تصريح ماذا بيك دي ما تعاوته؟ ما نعرفش، نشوفهم مختلفين التصاريح. ما تم يقتل أنت، وشنو يقتضي الأمر؟ لقب تحلم به؟ لقب تبيعي يهم النجم الرياضي الساحلي، مش تبدل لقب نتاعك جنيح؟ ما نبدلوش، هذاك مال الدنيا. نحكيو تيتر تو كأس العالم للأندية، قلت لي تحلم. أحسن لقب هذا النجم؟ تشامبيونز ليج. أحسن ملاعبي في تاريخ النجم الساحلي؟ جمهور النجم الرياضي الساحلي. من غير دبلوماسية، أسوأ ملاعبي في تاريخ النجم؟ دفعتوا له فلوس ومش عاملين مزية، معنا عليك دفعتوا له الفلوس ولا كطلع أسوأ. باش نقول مجدي تراوي. أحسن مسؤول في تاريخ النجم الساحلي؟ أحسن مسؤول كثير عثمان جنايه. أحسن مسؤول في تاريخ النجم الساحلي، نعتبر أنه ثلاثة مسؤولين مهمين في تاريخ النجم الساحلي، لأنهم ثلاثة قلدوا مسؤوليات في فترات حساسة من تاريخ البلاد وتاريخ الجمعية، ومحمد القروي، عثمان جنايح، ورضا شرف الدين. الآن مش نعطيك أسامي وقول اللي تحب. محمد إدريس عزيزك، من أهم الناس اللي في حياتي، وإن شاء الله ربي يطول في عمره. عثمان جنايح والدك؟ من أهم الناس اللي عندي في حياتي وربي يطول في عمره. معز إدريس؟ رئيس النجم الرياضي الساحلي، أعطى للفريق وقت رئاسته، مشكور على اللي قام به. حافظ حميد؟ شخص مهم في تاريخ النجم الرياضي الساحلي. سليم الريحي؟ صديق ورئيس نادي الافريقي. منتصر الوحيشي؟ نحترمه ونقدره ونعتبر انه معناتها فما فرق بين التحليل والتسيير، اما ما يحبش يقول انه قاعد نقدح فيه، بالعكس معناتها التحليل فيه الكلام برشا والتسيير ما فيش الكلام برشا. رياض بن نور؟ اكثر حاجه خسرها الترجي الرياضي التونسي في الاونه الاخرى. نبيل معلول؟ مدرب باهي نجح، ولكن عنده في بعض الاحيان تصريحات تتجاوز دوره كممن. ناصر البدوي؟ مسير في النادي الرياضي الصفاقسي. وديع الجري؟ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، ونعتبر انه قاعد يقوم بعمل طيب، ومازال لنجم المنتخب والجامعة تتحسن، عنده المجال قدامه. محمد بن حسان؟ حكم كنت نعتبره أشجع من هك. سليم الجديدي؟ من أحسن الحكام اللي شافتهم تونس في العوام الأخرى. أسوأ حكم يظل مازال ما عرضنيش. أحسن حكم عرضك ولا؟ أحسن حكم هو الحكم اللي يعطي حق النجم الساحلي مهما كان المناسب ومهما كان المكان يتلعب فيه النجم الساحلي.